بنتكلم عن الرسائل، يعني بعيدا عن المعنويات، بعيدا عن الحب اللي بيجمع بين الرئيس والشارع، بعيدا عن فكرة الوفاء اللي الناس بتستبطنها لهذا الرجل، لكن في رسائل داخلية ورسائل خارجية. نبص الأول رسائل خارجية. اتفضل يا فندم. الرسائل الخارجية أنا بعتبرها من أقوى الرسائل. أقوى الرسائل. يعني تصويتنا النهاردة وصورنا دي أقوى الرسائل. لبره. لبره. ليه؟ نتكلم بقى مثلا استراتيجية، بيقول لك إن قوى الدولة الشاملة، قوى السياسية، العسكرية، الاقتصادية، المعنوية، الكلام ده كله. النهاردة عشان تيجي أي دولة بره تقيم مصر، هتقيمك بإيه؟ بقوتك. قوتك السياسية النهاردة لما إن عندك برلمان منتخب، عندك رئيس منتخب، إن عندك حكومة قوية، عندك وبعدين بتيجي تبص على تلاقي المشاركة السياسية من الشعب. ايوه ده مهم جدا. ده مهم. يعني النهارده لما جت انجلترا من سنه جت عملت ريفرندم او استفتاء على تخش السوق الاوروبيه او تطلع، صحيح. فالشعب طلع. فالنهارده كان بيقول لك ان ما زالت انجلترا دوله قويه ديمقراطيه بالتقييم اللي حصل لاشتراك الشعب البريطاني في هذا التصويت. وكانت مفاجاه غيرت كل المفاهيم. فالنهارده في ناس قاعده بره بتدرس لك الشعب ده طلع يصوت ولا لا؟ الشعب ده راضي عن إدارة الحكم في الفترة القادمة ولا لا؟ الشعب ده مادام هيرضى يبقى هيدي استقرار لهذا البلد في الفترة القادمة. إذا أنا لو مستثمر وجاي لمصر ألاقي الله ده الدولة طلعت أو الشعب طلع صوت لرئيسه، إذا الشعب راضي عن السياسة الجديدة، إذا الشعب راضي عن نظام الحكم، إذا أنا أقول إن الدولة دي فيها استابيليتي أو فيها استقرار في الفترة القادمة. أول رسالة. أول رسالة. تاني رسالة إنك أنت برضو في المحافل الدولية لما تيجي دولة تتعامل مع دولة زي مصر النهاردة تمضي تعهدات موافقات وتلاقي الرئيس بتاعك اخد قبول مهزوز، الله ده في اي لحظة الامور تتغير. لكن لما الاقي ان شعبك طلع لك وصوت معاك وقف معاك، لا يبقى الدولة دي قوية من قوى الدولة. انا هطلع بره الموضوع ده واحكي حكاية صغيرة. اتفضل. انا كنت في امريكا في اخر فترة لاوباما ايام ما حصل الثورة الشعبية بتاعتنا. وكان اوباما عنده ثينك تانك اللي هي بتفكر له وبتدي له مركز الابحاث. وكانت مادلين اوربرايت 17 واحد موجودين معاها، وانا رحت قابلتها بعد مباشرة ما الثورة بتاعتنا، كان قبل ما السيد الرئيس يحضر بتاع لقاء الامم المتحدة. وقعدنا معاها، فقالت لي انها خدت تكليف مباشر من اوباما. اللي حصل في مصر ده انقلاب ميليتري كو ولا ثوره شعبيه؟ عايز منها رؤيه والرد عشان هو يتخذ قرار. وهي كانت وزيره خارجيه. لا لا لا، هي كانت خرجت وماسكه ثينك تانك. مظبوط. ست هايله على فكره، انا قبل كده ما كنتش يعني، لكن لما قعدت معاها 45 دقيقه هي كلمت 15 دقيقه وقالت لي انت 15 دقيقه والتيم كله هيناقشك. ببساطه قالت لي اول ما جه الرئيس السيسي عشان نحكم عليه قلنا له في ايه؟ لقيناه عمل ريفورمز، عمل تفاكر، رفع اسعار المحروقات اول ما مسك. فقلنا الراجل، فقالت الراجل ده مش جاي يعمل انقلاب، ده راجل جاي انه بيصلح اقتصاد، يرفع البلد. الحاجه الثانيه قالت ان الناس ما عملتش اي حاجه ولا ثورات، فاذا معناه ان الشعب بيعمل سبورت للراجل ده لهذه الاجراءات. فمن هنا قالت ايه؟ ان الدوله ثابته وقويه، وكانت يعني توصياتها للرئيس اوباما ان الدوله ستسير في الطريق الصح. يعني إذا رسالة صبر المصريين وتقبلهم وهضمهم لمجموعة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة فصلت سياسيا بالزبط. على أن هذا الرجل مهضوم شعبيا، ذو يعني علاقة طيبة بشعبه، وبالتالي محت أفكار كانت متصدرة بالإدارات قبل السياسية قبل كده. ده جهاية. فدي رسالة كانت مهمة جدا، وزي ما قلت لك بيقيموا علينا إزاي. اذا قوة الرئيس اللي جاية هتيجي من مشاركة الناس. عظيم. وبالتالي يعني قوة مصر. عشان كده انا لما ابص للصور النهاردة اقول لا، الناس دي مرت باربع سنين صعبين جدا، كان فيهم اجراءات قاسية جدا جدا جدا، ومع ذلك خارجين فرحين راقصين مهللين لهذا الرجل في الفترة اللي جاية. في التفسير السياسي يقول، التفسير السياسي يقول ان الدولة قادمة على فترة استقرار سياسي، وبالتالي هيبقى فيها اصلاحات اقتصاديه في الفترة. اذا لما بنقول لك انزل مش بنقول لك بلدك، وليس العفو التحسيسي. بالظبط. خلاص. وصدقني يا حمدي، مصر بعد النتيجه ان شاء الله يا رب تطلع مظبوطه زي ما احنا بنعمل، هتلاقي وضعها في المحافل الدوليه اقوى من اي شيء. عندي سؤال.